السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وش أخبار؟ إن شاء الله تمام. جاتيكم اليوم مقطع جديد، صوتي مدري إيش فيه، قسم بالله مدري إيش فيه، كني بلغ جديد. أضحك محمد، أضحك عبد الله، أضحك يلعن. حتى سوالفني رايحة يعني الحين الساعة 1 تقريبا، أنا صاحي من 6 الصبح، كنت قاعد أمنتج، الحين مخلص مونتاج مقطع، هذا راح يكون المقدمة، فأنا إيش من يطلع معي لا تاخذون هذا على باقي المقاطع، لا المقاطع الباقي، أنا إيش قاعد أضحك يعني والله ما أدري إيش قاعد أضحك، لكن الدنيا برد، شهرين كنش، اليوم سوي حادث، وزهق معي مرة، لكن يلا خير على خير إن شاء الله، هذا المقطع أنا ما أدري وش فيه، لكن أقول لكم جدول القناة راح يكون كيف، طبعا قبل هذا أخباركم. تمام. صار لي ساحب تقريبا 16,000 شهر، يعني يمكن 16,000 شهر، بس بشوفكم كم متى اخر مقطع كان نازل. اخر شهر اللي كان مع ريم من 8 شهور تقريبا، باقي يومين والمقطع اساسا نزلته كون صاير له سنة كاملة منزل، يعني القناة بالسنة كاملة منزل فيها مقطع واحد، لكن هذا السنة بإذن الله حتكون السنة تمام، راح ينزل فيها جدول علمكم ايش الجدول تمام. يعني قسم بالله من الصرعة صرت اشوف صورتي قاعد تتكلم، حرام بالله يعني قاعد اسمع نايم يا والله اني نايم، ابي اخلص تصوير انقل التصوير على البي سي واروح انام ما في. ف باذن الله تكون سنة خير علينا كامله، ان شاء الله سنة خير يا رب، تكون قناة كويسة كذا شقارة، ما تكون زي القناة القديمة. يا القناة القديمة تدرون اني كنت اصور المقطع وانزله قبل تحضير اي شيء منه، مقطع الاهداف صورته بيوم بنفس اليوم، انا الحين قاعد اصور بتاريخ 30 بالضبط 30/12/2022 الساعة 12:44 و25 يعني بالضبط قاعد اتصور ذا المقطع، يعني قبل يومين يعني بينزل بنفس التوقيت عشان يكون بعلمكم. ايه سندي اول يوم راح يكون يوم الأحد، وهذا المقطع على أساس ينزل أول يوم بالسنة، في مقاطع تنزل يوم الأحد تمام، لكن بالحظ طلع يوم الأحد يعني أسبوع جديد سنة جديدة بالنسبة لي، حياة جديدة بالنسبة لليوتيوب، يعني بدخل على السوشيال ميديا بإذن الله والله موظف. هذا راح ينزل يوم الأحد، راح ينزل تقريبا بينزل الساعة 6 بالضبط، المقطع الثاني بينزل الساعة 8 بالضبط تمام، تصير الجدول من هنا لستة شهور بالضبط، ستة شهور بينزل ده واحد 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 ستة، بنشوف إحصائيات القناة وش سوينا فيها، إن كان أنجزنا شيء كملنا عليه بإذن الله، ما أنجزنا نقفل القناة وتخرب كل شيء بزق بالجو كام. فبإذن الله تكون سنة خير علينا وبداية جديدة، وتكون جدول كيف، الأحد مقطع، الثلاثاء مقطع، الأربعاء الخميس مقطع، الأحد مقطع تيك توك، الثلاثاء شاطح ما أدري شو المقطع إيش من يطلع ما يطلع، الخميس حيكون قصة، راح اسرد لكم قصص الأنبياء كاملة بإذن الله، وإن كانكم حبيتوا قصص تنسرد قصص تانية، أنا في عندي قصص تانية مجهزة لكن بخليها مقطع شطحات، كذا قصص خارجية يعني قصة الأنبياء وقصص دينية، فبخلي الدينية كل يوم خميس بإذن الله، من هنا ستة شهور بالضبط تكون آخر قصة نزلت، يوم الخميس، يوم الجمعة أنا بسوي تصفية بالضبط تصفية القناة كاملة، من مقاطع نزلنا، من كم ساعة جمعنا، لأنه يقول لك كل سنة إذا ما جمعت عدد مثلا كذا تنحدر الساعات، صح ولا لا؟ معروف على نظام اليوتيوب، في ناس كثير ما تعرف، ان شاء الله تكون خير علينا، خليك ثالث مره اقولها لاني ما اعرف ايش قاعد اقول اصلا، لا تنسوا اللايك والاشتراك، حساباتي موجوده تحت صندوق الوصف، بشتغل ان شاء الله على حساباتي كامله، وما بترك الدراسه لانه انا الاسبوع الجاي علي اختبارات، يمكن ما راح اقدر اصور، لكن باذن الله انه ما ينقطع عليكم ولا اي مقطع، على نفس الجدول بالرسم كامل، تنزل لكم كل المقاطع كامله، ان شاء الله اذا ما صار لنا شيء، يعني اليوم مسوي حادث انا وصور بالمقطع، يعني فجيح انا ما ادري ليه، جحش شويتين، ما ادري ايش اقول يا عيال، والله ما ادري ايش اقول، اللي يشوف المقطع ذا لا ينسى اللايك والاشتراك. تراك إلى الجرس تبع حساباتي وبس، لا تقصرون معي يعني لا تقصرون معي يعني. عشان متأنب ضميري بشتغل 6 شهور وما يطلع لي شيء، لا أصطر نفسي بخلي أهلي يقطوني في زبالة من كان ما جاب يا عيال، حمار والله نايم والله نايم.
هذا شيعي. مع السلامه.